أنت قريبة وأنت قريب قريب أحن أحن إليك كانت هذيك هي المرة الوحيدة اللي تمنيت نكون كنشوف وما كنسمعش انا ربما كنت شفتي حياتي سيرتي بكي كان الالم غيكون اقل حده الرحيل والفراق جزء من حياتنا احيانا خصنا نتقبله الرحيل هديتي ملي كنقلب ليها على الكلمات كنقلب على القصيده اللي نقدر من خلالها نعبر على كل الالم اللي سبب لي الرحيل كان عندنا واحد الاستاذ ديال تاريخ الفن في المعهد قلنا اشتغلوا على التيمات اللي كتعرفوها مزيان اشياء اللي كتحسوا بها بعمق حتى انا مزيان كنقلب على اللحن اللي نقدر نعبر به على هادشي باش كنحس سمع مدحنا علاش مشينا للقاهره انا مشيت للقاهره باش نقلب على الكلمه الجميله وعلى الصوت اللي يقدر يعبر عليها وانت مشيتي كتقلب على اللحن اللي تقدر تعبر به على احاسيسك ورجعنا بجوج الله الله مع داكشي اللي حلمناه مشى مع الريح غريب كيفاش هاد السياسة هادي كتقص جناح الفن السياسة راه هي اللي خسرتنا الحرب وهي اللي مرقتني فينا في التراب الفن سحر أشي بسلام السياسة فن الممكن السحر أقوى من الممكن هادشي علاش ما عمر السياسة تقدر توقف في وجه الإبداع ديالك الإبداع قوة من سياسة قوة حتى من الحرب بشرار من ضيبان حلت عيوني بالليل والنهار سيدي بالليل والنهار من فر ألوان النار قلبي ضربي بشرار سيدي ضربي بشرار نبي الله رسول الله أنا بالله أرسلي كده لبس عليك شوف ما بدالك وقت ما بغى السي محمد الحياني استوديو عطيه لي هيا شكرا سي محمد سي محمد شنو كاين نوض اولدي نوض راه شي حد كيسول عليك في التليفون شكون ما قالش لك شكون لا ما قالش لي نوض اولدي نوض كيتسنى انا اللي نجي مراك سيدي جاي الو شكون معايا هادي شكون معايا هادا شكون معايا سي عبد السلام مساء الخير واخا شنو علاش شنو هيك لاباس واخا واخا ان شاء الله ان شاء الله اش داكشي سي عبد السلام بغا يهضر معايا في شي حاجه ولكن ما عرفتش شنو صافي سير انت كمل ناسك لا ما بقى عندي ناس غنمشي نتوضا نصلي الفجر
استعمل رفع جواهر واحد القصيدة من أروع ما يكون. كنظن بلي هذه القصيدة هي الحلم المنشود. قرأ علي سي بسلام. قرأ عليك أحسن لي نسمع عليك. وهذا المساء وحمرته من لظى وجنتيك يحادثني الصمت في مقلتيك ونظرتك الحلوة الدابلة بأنك عن حينا راحلة. مشاهدة لك جوج طاولة. اسمع منك سمعك ساكت. سعد رافع هو الوحيد اللي عنده بحالة الحس. راحيل عندي التيمة الموسيقية ديالو من اليوم اللي خليت فيه مراتي وولدي ورجعت بحال شي جابة. درتي داكشي اللي عليك السي اسلام. الانسان ما يقدرش يتحارب ضد قدره. بيتهوفن تحارب ما قدره وانتصر عليه. السمفونية الخامسة. الرجل تحارب مع القدر تقاتل وانتصر في الاخير. النتيجة بقات السمفونية الخامسة من اروع ما نجت البشرية موسيقية. عمرني ما نسامح راسي. كلها اللي لحنت هذا بغي نعطيها لشي صوت اللي يعبر عليها اكثر. وما يبقاش فيك الحال الا جبت بعض المغنيين يستمعوا للمقدمه ديالها. حيت انا في الحقيقه بغي نعطيها لشي صوت اللي يعبر اكثر على مكامنها. عشنا نفس التجربه سي عبد السلام وعندي نفس الاحساس اللي عندك. نفس التجربه سي محمد كيدار لي راك ما عارفش علاش كتكلم. مازال ما عرفتيش شنو هو الالم. سي عبد السلام شكون انت؟ هياني. خلعتيني يا سي محمد ياك لاباس. اش وقع؟ بغيت رحيله. شنو؟ بغيت رحيله. وجاي في 3 الليل باش تقولها ليا؟ حتى انت فوقتيني مع 4 الصباح باش تقول لي لقيتيها. صافي سير جي غدا الصباح الاذاعه باش دير تجربه صوتيه. سي عبد السلام ما بغيتش ندير تجربه صوتيه. بغيت رحيله ليا ما بغيتش نتنافس عليها مع شي حد. جي غدا في الصباح باش دير تجربه صوتيه قلت لك. الله يعاونك.
لا تغيبين تغيبين يغرق قلبي في دماتي وحين تغيبين تغيبين يغرق قلبي في دماتي. ما خصهاش تعرف ما تقوليش لا ماشي العود هو اللي مهم صباحك وصوتكم المهمين حتى هذا داكشي اللي كنت ناوي ولكن ماشي صباحي وصوتي اللي مهمين مهم ولا احساس ولا احساس ضعيف احساس ضعيف انت احساسك مش ضعيف ولكن ما كتعرفوش ما كتمتيروش جود قلب عليه وغادي تلقاه احنا الناس كاع احساسنا بحال بحال عندنا احساس واحد ولكن كنخبيوه بحال كنحشمو به سر مخبي كنخليوه والمغني فاش كيغني اغنيته كيتقاسم معنا الحزن والالم اللي كيحس به وكيولي خف وكنصاحبو معاه ما كنتش عارفك عارفه هادشي كله زوين تبغي نديك لزاليك شي بلاصه كيف ما بغيت نديك لصومات حسن صباح الخير اخويا فهل يرحل الطيب من ورده وهل يهرب الغصن من ظله فهل يرحل الطيب من ورده وهل يهرب الغصن من ظله أحقا كما ترحل الشمس هذا المساء
حقا كما ترحل الشمس. واش كتسجل؟ لا سحمد، هذه تجربة صوتية. حقا كما ترحل الشمس هذا المساء، ترى ترحلين، ترى ترحلين، وفي لهباتي ولحن الحزين، ترى ترحلين، ترى ترحلين، وفي لهباتي ولحن الحزين، ولحن الحزين يموت انشراحي، تنوح جراحي، يموت انشراحي، تنوح جراحي، وفي الحي في كل الدرب سأرشف دمعي، سأرشف دمعي، سأعصر قلبي، قلبي، قلبي. شكون هادو اللي كيسقطو؟ هادو موظفين الإذاعة العمس. كان صوتي كيصلح لهاد الاغنيه كنت ناخذها منك. ما كنتش غادي نعطيها لك، غادي ناخذها بز منك ولا كاع غنسرقها. اش بان لك السي عبد السلام؟ يا سي محمد خلي لي شويه الوقت نفكر باش نشوفو امتى نسجلوها. صل مريحة. استاذ الخير، كنت رائع اليوم، وصراحة الأغاني ديالك كلها جميلة ورحيلة من أروع ما يكون. بارك الله فيك. بغيت نعرض عليك ولكن الله شوية مضيقة، ما يقدر إلا قبلتي بيان سور نعرض عليك تشوف شي حاجة في بلاصة أخرى. مرة أخرى إن شاء الله، دابا الوقت معطل. إن شاء الله غدا قلت لنا رضا بيان سور. وي ممكن غدا جوية ثلاثة العشية. شتك بحالك تشوف بزاف فاش فيا من طبيعة الحال. يمكن حيت زوينة ولا يمكن حيت ما مشيقش انا كبرك معايا هنايا. كتقول هاد الهضرة كلهم معجبة فيا ولك؟ لا ما كنريحش مع المعجبة في القهوة. وعلاش انا كنجلس معايا؟ يمكن حيت اكثر من المعجبة بالنسبة لك. ما عرفتش ملي شفتك البارح درت معاك نتلاقاو وانا كنتسنى غير نجي نطلع النهار باش نشوفك. كنت ديما كنتمنى الليل يطول باش نشبع مع اساس. سي محمد واش انت كتكلم بالمعقول؟ هاد الهضره اللي كتقول وعقلك في راسك. مزيان السجل، مزيان الله يهنيك الساعة حتى الغدا ان شاء الله. شكرا. صافي ساليتي غير نمشيو دابا، راه بقيت هاد الغدا هادي. صافي غنمشي نرتاح هاد العشيه.
بارك علي عييت. يا فاطمة عافاك دخي اجمع هادشي باش توصليني للإذاعة. لك مشيتي هاد الصباح للإذاعة وسريتي خدمتك، اش بغيتي تمشي دير تاني تما؟ خصني نمشي، مازال عندي ما يدار تما. يا هذا الراجل، واش نقيلو نمشيو نجيو لهاد الإذاعة؟ فاطمة بلا ما تزيدي معايا الأمر، غتوصليني للإذاعة ولا غادي نمشي لراسي؟ واخا سيدي أمري لله. المغربي يهم السندوسية أم الرجال زي الجبال زي الجبال. هذا وقد تم القبض على مجموعة الإنقلابيين وقد تم تقديمهم إلى المحكمة. الحمد لله يا رب العالمين. الله شكنوا غيديروا بهذه البلاد. مالك عبد السلام؟ مالك ساكت؟ يك لاباس؟ راه ما عندكش لاين، اش بغيتي يدير بنادم والقرطاس فوق راسو؟ فاطمة سير حلي الباب. ياك ما جاو يديوك. فاطمة قلت لك سير حلي الباب. سي عبد السلام يلا دوز تمشي معنا. فين غيمشي؟ ما عنده فين غيمشي؟ لا لا ما تخافيش لالا، غادي يمشي معنا نطرحوا عليه شي اسئله وغادي يرجع. لا الا عندكم شي اسئله طرحوا عليه هنا، ما عنده فين غيمشي. فاطمه تهدني انا اش واقع. يلا نمشيوا سيدنا. واخا حكي لينا شنو وقع. شنو؟ واش انا متهم هنا ولا شنو؟ انت ما متهم والو، انت هنا باش تحكي لينا شنو وقع في الاذاعه. هو داكشي اللي كاين راه قلتو ليكم. بغيناك السي عمير تقول لنا شي حاجه اللي ما فاتش اللي تحكيتيها علينا. بحالاش؟ انت اللي كنت في الاذاعه ماشي حنا. الاولى انا اللي كنت في الاذاعه راه حكيت لكم بالضبط اش وقع في الاذاعه. واخ قلتي بلي راه حطوا لك فردي فوق راسك واضطروك انك تقرا البلاغ. هادشي اللي وقع. ولكن باش كتفسر طريقه الحماس هي اللي قريتي بها البلاغ اللي فيها شيء من التحريض؟ قريت القرية الأولى والثانية والثالثة، القهوة عادية وبين بأنها تحتاديت. شو واحد لوفيسي قال لي يا غتقرأ البلاغ يا غادي نقتلك. قلت لي هادي قريتي. قال لي أنت ملحن وما يمكنش تكون ما كتعرفش كيفاش كتقرأ هاد النوع ديال البلاغات. ولكن السي عمير أنت ما يمكنش لك تقرأ. حفظوني البلاغ وحفظتيه بسهولة. تعرف بالإنسان الضرير عنده ذاكرة قوية وما عارفين هادشي. قول لي يا مدام فاطمة اش وقع نهار المحاولة ديال الانقلاب؟ ما فهمش السؤال ديالك سيدي. بغيتك تقول لي بالضبط اشنو درتي انت والسي عبد السلام عامر؟ فين مشيتو؟ فين جيتو؟ اشنو كليتو؟ اشنو شربتو؟ فقنا في الصباح كي دايما وصلتو الإذاعة مع 10 الصباح. بقيت معاه حتى يسمع التسجيلات اللي كان دار من قبل ومن بعد سلمهم للتقني ديال الإذاعة. واحد لقيتها قال لي رجعيني للدار حيت عييت. ومن بعد؟ بعد رجعنا للدار وصوبت له الغدا. ومن بعد؟ بعد قال لي رجعيني للإذاعة. يو وصلت للإذاعة وخليته تما وأنا مشيت شربت كاس أتاي مع صاحبتي على ما يسالي شغله ونرجعه للدار. واش دا يمشي هو للإذاعة في العشية هو سالى شغاله منها في الصباح؟ معرفتش. وعادة هو كيمشي للإذاعة في الصباح وفي العشية ولا غير في الصباح؟ غير في الصباح. وانتي ما تفاجأتيش من اللي طلب منك توصلي للإذاعة في العشية؟ تفاجأت وسولته قلت ليه شنو باغي دير تما في هاد العشية. ما قال والو ما جاوبنيش. عبد السلام راه اللي كيبغي يدير شي حاجة كيديرها وانا ما يمكن لي نقول ليه حتى حاجة. أهلا فاطمة. سي الحياني تفضل. الله لا فيك الخير. هادي يومين حتى واحد ما طلع ليا. كاين شي اخبار لك بالسلام؟ مازال ما رجعش. كل نهار كيقول ليا غيدخل بحالته للدار ولكن ما رجعش. ياك ما انني استغرقتو. علاش اش قلتي ليهم؟ تسرات وقلت ليهم بان ديك العشيه في الاذاعه ما كانش خصو يمشي لانه ما عنده ما يدير تما. ولكن واخا هكاك هو اللي رغمني باش نديه. ما
فهمت والو في هادشي. انا كما كيت صحاب ليهم كنعرف الانقلاب وقع وبغى يستافد من الوضعيه. ما نظنش بعد سلام ماشي ديال هادشي. حتى انا ما فهمت والو. كيسولوني بزاف الاسئله، علاش كان في مصر، واش هو قومي، واش هو نصيري. قلت لهم انا ما فاهمه والو في هادشي. قول لي سي الحياني، واش راجلي كان تصوري وانا ما عارفاش؟ ولكن مراتك اعترفت انك رجعتي للاذاعه في العشيه، في حين انك عاده كتمشي ليها في الصباح. اش كتعني باعترفت؟ سيد سلام، اش مشيتي دير في مصر في 65؟ مشيت للحن. ما كفاكش تلحن في المغرب؟ ما كفاتكش الاصوات المغربيه؟ انت عارف بلي الفنان عنده طموح لا محدود باش يطور الامكانيات ديالو ويبحث على فرص اخرى. ماشي حيت عندك مشاكل مع بعض الموظفين في الاذاعه اللي ما كانوش كيتيحوا لك الفرص الكامله باش تسجل الالحان ديالك كيف بغيتي؟ حتى هذا سبب. بغيت الاسباب الاخرى. بحالاش؟ اعجاب ديالك بعبد الناصر مثلا، الايمان ديالك بالقوميه العربيه، الاستماع ديالك الدائم لصوت العرب. علاش بغيتي توصل سي اسمك الله؟ اسم ديالي مش مهم، ولكن بغيت نعرف علاش رجعت للاذاعه ديك العشيه وداك النهار بالذات. مشيت باش نتلاقى مع عبد الحليم حافظ. عبد الحليم بلا موعد. واه عبد الحليم حافظ صديق، وانا ما محتاجش الموعد باش نتلاقى معاه. لو كان نعطيك انا سيناريو اخر ونعطيك الدوافع الحقيقيه اللي خلاتك تمشي ديك العشيه للاذاعه. مشيتي في صباح الاذاعه، سمعتي التسجيلات ديالك، وافقتي عليها، ثم سلمتيها لتقنيه الاذاعه. من بعد قلتي لمراتك عيتي وخصك تمشي للدار ترتاح. وانت في الدار سمعتي انه كاين محاوله انقلاب في البلاد، وبما انك ذكي وواعي عرفتي انه الانقلابيين في دول العالم الثالث اول حاجه كيديروا هي كيحاولوا يسيطروا على الاذاعه باش يوصلوا للناس الرسائل ديالهم. مشيتي للاذاعه وتسنيتيهم باش ما تفوتش الحدث، باش تكون على موعد مع الانقلاب وتستفد منه وتاخذ المكان ديال دوك الموظفين اللي ما كانوش كيخليوك تسجل الالحان ديالك كيف بغيتي. اش قلتي؟ فهاش فهاد سيناريو عندك خيال خصب. تمشي في حالك. اشنو هسا عمير باغي تبقى معنا هنا؟ عندك واحد الزهر كيهرس الحجر. سمو الامير مولاي عبد الله امر باش تمشي في حالك لدارك. مولاي عبد الله قال له ما يمكنش السي عبد السلام عامر يدير هادشي. بالمناسبه اسمك الله. اسم ديالي ماشي مهم. المهم وانا داك السيناريو عندك عيان. اسمح لي. على سلامتك يا عبد السلام. ثلاث ايام ماشي شي حاجه، المهم تبقى براءة ديالك. راش من براءة السي محمد؟ لو كان جات على المحققين وداكشي اللي كانوا غاديين فيه عمري ما كنت نحط رجلي برا. ما ديش على داكشي، المحققين كيحطوا ديما جميع الاحتمالات قدام عينيهم. احتمالات السي محمد واحد الوقيته راه ما يتصافي قلتها ديال الاخر ليا. مش شاقي باقي استاذ. اسكت عبد السلام، هادشي راه كان غيسكت لي القلب. راه انا اللي كان غيسكت لي القلب. كنتي كتعرفي الدوي زعما كنت نغرق هاد الغرقه اللي كنت غادي نغرقها. انا راه دويتها على نيتي. يعني تكرا كانت غادي تصيفطني للحبس على طول عمري. الله يجيك وصل. عافاك ما تبقاش تقول بحال هاد الهضره. انت بديت كندير المكانه ديالي مزيان في الاذاعه، جا القدر سلط علي هاد المجموعه ديال الانقلابيين باش يهدموا كل شيء اللي بنيت. حتى شي واحد ما يقدر يهدم داك الشيء اللي بنيتي. الناس صعبه السي محمد. المغرب كله ولا كيعرفني. وماشي بعد السلام عامر الملحن. سلام عامر اللي داع البلاغ ديال الانقلابيين. هادشي كلشي غادي يدوز ويتنسى. زيد
التاريخ ما كينسى حتى شي حاجه سي محمد، كل شيء مكتوب. اهلا بالاستاذ الفنان، كيف الحال؟ الحمد لله على سلامتك. الحمد لله اللي هاد الازمه دازت على خير. الله يسلمك. ما تديرش ما تخافش، ولكن كانت ازمه نيت. ايوا الحمد لله اللي سمعنا صوتك، ربي يخليك. المهم رعيت لك على حساب ديك الاغنيه اللي طلبتي لي، راه موجوده. دوز عندي غدا باش نسمعك اللحن. اش غنقول ابو عبد السلام، الظروف صعيبه شويه دابا، خلي داكشي من بعد حتى تهدى الدنيا شويه. ولكن اش جاب الظروف الاغنيه اللي طلبتي لي؟ اسمح لي ابو عبد السلام، الظروف ما كتسمحش دابا، حتى شي مره اخرى ان شاء الله. اش داكشي مالك؟ بقيت فاهم والو. دابا تخينا شحال هادي هو كيطلب ويرغب باش نوجد ليه شي اغنيه، دابا ملي لحنت قلت لي دوز باش نسمعك اللحن، قطع لي التليفون في نيفي. اش عامر ما بغيتيش تفهم؟ راه كلشي عطاك بظهرو. منين خرجتي حتى واحد ما سول فيك، حتى واحد ما قال لك حتى الحمد لله على سلامتك، من غير السي الحياني مسكين هو اللي كيسول فيك مره مره. غيبتي بزاف تبياضي يا سي عبد السلام. مشاغل الدنيا وخلاص. صوبك شي بريري ديالها تاي؟ لا لا بلاش. واش بصح ديك الهضره اللي كيقولوا كنتي مع شي انقلابيين؟ الهضره كلها كيقول اللي بغا. شوف هاد الناس كلهم ساكتين، غتقول واحد كيهضر ياك ولهنا علي عيطيش من الحفير ديال القبور. شحال غتكون حفرتي من القبر حتى لدابا؟ فوف غنقول لك خمسة حتى ستة في النهار. إيه انت دابا ما كتخلعكش الموت، ما تخافش منا الا جاتك. اجي علاه الموت كتجي؟ الموت راه كتخلق مع بنادم سي عبد السلام، وكتبقى كل يوم كدي منك شوية حتى كتلقى ديك. كل يوم دي منك شوية من شعر، شوية من ضر، شوية من العاج ديال السنان، حتى كتلقى ديك وتسالي معاك. مرحبا بسي الحياني، نهار كبير هذا. سي محمد عندك نص ساعة دروطها. اللي نايمة مرحبا. ايوا اش اخبارك؟ الحمد لله احنا غاديين. كاين شي اخبار على سي عبد السلام؟ سي عبد السلام ولا كيدوز نهار تشوف المقابر، ما بقاش حامل الحيين. صار شحال يا سي محمد؟ انا اللي كان ماشي مشكل. انت نايمة؟ كسبت هاي لحقاش الناس كانوا قاسين عليه بزاف، ما رحموش، عنده الحق الا كان غادي يحضر عند الموتى. حياته كلها هو كيلحن باش يساعد الناس. شكرا. والناس سامحوا فيه، والاخص اقرب ناس ليه، وهذا الشيء ضر في خاطره بزاف. سبحان الله، زعما الحظ السيء مشخش في داك السي عبد السلام. مسكين ما عمره ما كان عنده الزهر شي حاجه، المره الوحيده اللي ارتاح فيها وحس بالسعاده ضحك لي الحد جات الحرب ديال 67 ورحلوه من مصر، خلى موراه تيسير ولا تخلى عليهم، ما عمرو قدر يغفر لراسو. كان شي جديد السي محمد؟ ما كنحاولوا كنحاولوا، الناس الذوق ديالهم بدا كينزل، ما بقاش عندهم الوقت يسمعوا الموسيقى العميقه. ايوا هذا وقت القعده دابا. وعلاش ما رجع لهاش ملي صارت الحرب؟ انت ما كتعرفيش سي عبد السلام، سي عبد السلام الى واحد ما كيخلفش، وكان واحد تيسير باش ما عمرو يتخلى عليها، وفهاد المساله في حد ذاتها خلاتو يحشم من راسو، وهادشي علاش ما بقاش عندي الوجه باش نرجع عندهم. وانت توعدني انك عمرك ما تخلى عليا. معلوم معلوم ما عمرني نتخلى عليك، من جات كانت الفكره ديال غنتخلى عليك؟ خايفك حتى انت تجيك شي ظروف قاسيه كما عبد السلام عامر وتخلى عليا. نعم سي عبد السلام حاجه وانا حاجه اخرى. تفضلوا لاش موجود. زيدو
بعد السلام. ما خليت فين قلبت عليك؟ اش كدير هنا؟ كنت مرن. كنت مرن؟ علاش؟ علاش كنت مرن؟ كنت مرن على الصمت وعلى السكون. علاش كتقلب عليا؟ سولت عليك وقالوا لي كتكون هنا وجيت. فيك الخير اسي محمد، ما الاخرين كلهم سدوا عليا، بقاوش باغيين يسمعوا حتى داكشي اللي كنلحن. انا مستعد نغني اي حاجه لحنتي يا سي عبد السلام. ما خايفش يسدوا عليك حتى انت بحال كيف الاخرين؟ ما كاينش اللي يسد عليا. مراتك بانت شحال هادي والخوف ديالهم ما عندهم انا. انت انسان واضح مع نفسك اسي محمد، انسان شريف، داكشي علاش ما كتخافش. ما فكرش كعجينا، عزت النفس والثقه كتعطيك الشجاعه الكافيه باش ما تخافش من الخوف. ماشي بحال هذوك اللي سدوا عليك يخافوا غير من خيالاتهم. غادي نمشي يا سي عبد السلام، تبغي نوصلك معايا لشي بلاصه؟ لا انا باقي مازال هنا. شكرا يا سي محمد. فلوس سلف الى حين ما صار. اشكرا يا سي محمد، انا باغي فلوس. سلام سلام. احنا خوت، ما بيناتناش. لو بغيتي تعتبرهم سلف اعتبرهم عربون ديال شي لحم. ماشي انت اللي محتاج ليا سي عبد السلام، انا اللي محتاج ليك. سي محمد، فراسك المزار كان عايش في الكرة 5 شهور ما خلص السيد مول الكرة. هذاك السيد تقلق وقال اليوم غادي يمشي لعند مزار باش يخلصني. اللي وصل لقى مزار هو ومراته كيجريو في البيت بحال شي جوج حمقين. سول مزار علاش، قال لي ودي راه غير حيت كاين البرد وما عنديش الحطب باش نسخن البيت، داكشي علاش كنجريو باش ما نموتوش من البرد. السيد فهم باللي مزار ما عنده باش يخلص، مشى في حاله. شويه هو راجع بحزمه ديال الحطب. دازت الايام، مزار هدا معزوفه لهذاك السيد باسمه وخلدات اسم ديالو الى الان. شنو بغيتي تقول يا باب سلام؟ نقول لك غير داك الحطب اللي جاب السيد ما سخنش البيت، سخن قلب مزار وخلى يحس باللي كاين ناس كيهتموا به ويفكروا فيه. تفضل سي محمد. أيه دابا شويه وغادي تنزل. أيه جات. سي محمد، مفاجأة هادي أولا؟ ديك ما باقي واخد من خاطرك عليا. واش نتوما كتعرفوا بعضياتكم وأنا عاد باغي نقدمكم؟ سي محمد غني على التعريف، يمكن هو ما كانش كيعتذر يشوفني. بالعكس، انا راه تكلمت له عليك وشرحت له شنو تديري، كان متحمس باش يشوفك. ولا سمحوا لي ضروري خصني نمشي، عندي شي التزامات مع شي ناس خصني نمشي لهم. فين غتمشي؟ يلا وصلنا. شنو هاد الالتزامات اللي كان ما تكلمتي لي عليهم؟ سمحوا لي غير خليني نمشي صافي. انا لا عارفه علاش باغي نمشي. داكشي علاش سنور ديالها تجلس تخيل ناخذ نمشي ندوي معاه. سمحوا لي نمشي. سي محمد، انا مره طلبت منك تسمعني، انت رجل مهذب وما طرفتش لي هذا الطلب. حبسوا الطلب ديالي الوحيد انا هو تشرحوا لي انا الاول باش نفهم اش واقع. انت باقي عندك الوقت الكافي باش نشرح لك. اما سي محمد زربان ما بغيتش نعطلو مازال شحال، وانا باغا نتلاقى معك عندي بزاف ما نقول لك. تعقل المستوى اللي كان كيقرا في فلسفه الفن في الكونسيرفاتوار؟ عقلت عليه، عقلت على الحكايه اللي كان كيحكي لنا على لي زوندروجين، بأن المرأة والرجل كانوا جسد واحد، بلي الآلهة غضبت عليهم قسمتهم على جوج رجل ومرأة باش يضعفوا ودوزوا وقتهم كامل وكيقلبوا على بعضياتهم. ما أقل عقلت على علم مسؤول الأستاذ شنو المثل الأعلى ديالو، وقال لي بأن المثل الأعلى ديالو هو ألبرت شفايتزر، بلي كان باغي يكون بحاله ويدير كونسير باش يجمع الفلوس ويعاون الناس المحتاجين. وحنا بقينا كنضحكوا عليه. هادشي كله عارفه دوسين زين اللي عارف هادشي كله.
خليني نقول لك داكشي اللي ما عارفوش. ملي انتحر علي كنت عامين وانا في ازمه نفسيه وعلي بزاف الحوايج خايبين حتى انا كنت غادي ننتحر. ما عرفتش علاش كنت حمقى وجاوبت بداك الطريقه اللي دفعته للانتحار. بعض الحب الذي يكون كله خيرا يصبح احيانا كله شرا. بعض الحب الذي يكون كله خير يضل احيانا كله خيرا. داكشي علاش عيطت لك ولكن انتي وفي الذكرى ديال علي بغيتك تعاوني. ما فهمتش. الحاجه الوحيده اللي خلتني نخرج من ديك الازمه النفسيه اللي كنت فيها هي انني نولي انا وعلي اندروجين. حيت علي ما ماتش، علي باقي في الداخل ديالي في ذاتي وفي روحي. علي باقي عايش باش يحقق الاحلام ديالو. وعزائك الوحيد هو انه يحقق احلامه من خلالك انتي. انا هي الاداه اللي غادي يحقق بها الاحلام. على محل علي كان كيبغيك اكثر من اي حاجه في الدنيا. الحاجه الوحيده اللي تقدر تخفف عليه الالم ديالو هي الموت. كان بحالو بحال فارتر شعر كي نور بروز. عارف عارف هادشي كله. عارف بانني كنت بلا قلب وبلا عينين. عارف بانني تسببت في موت واحد كان كيبغيني وما كانش اللي غيبغيني بحالو. بعد المرات كيدوزو مجمنا شي حوايج زوينين ولكن ما كنحسوش بهم وما كنشوفوهمش حتى كيدوز عليهم الوقت. مهم انا مستعد عاونك فاش ما بغيتش. كنت متاكده باللي واخا ما تبغيش تعاوني انا غادي تبغي تعاون علي. الشمس لو غربت على ابراجها نامت في حضنك لا على الافاق. وإذا صحت غنت لأنغامك أهدت لصدرك قبلة الإشراق. دوز غدا الإدارة. الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الآفاق. الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الآفاق. الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الآفاق. وإذا صحت غنت لأنغامك أهدت لصدرك قبلة الإشراق. الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الآفاق. الشمس لو غربت على أبراجها نامت بحضنك لا على الآفاق. وإذا صاحت غنت لأنغامك أهدت لصدرك قبلة الإشراق. بارك الله لك السي عبد السلام. رائع. شكرا السي أحمد. ولكن شتك غابر هاد اليابس مبقيتيش كتبان لي في الإذاعة. أنت عارف كل شيء السي أحمد. بزاف اللي سدوا عليا حتى هادوك اللي كانوا كيرغبوني باش نعطيهم الألحان ديالي لو كيقطعوا عليا التليفون. هادوك ما يستاهلوش الألحان ديالك السي عبد السلام. عبد السلام
شكرا بزاف على هذا الرأي. هذا انت بوحدك اللي تستاهل هالسي محمد. قلت على ديك الحكاية اللي حكيت لك على موزار؟ علاش تقلم مولونا بالضبط؟ عرفت السي محمد، الأشياء الصغيرة هي اللي كتصنع الأشياء الكبيرة. تخيل معي دابا أنا اللي نقدر نشري مليون قلم ملون ونفرقوا على مليون طفل في البادية، وتعطي مليون فرصة للتعلم من خلال محاولة الرسم اللي غيقوموا بها الأطفال. واحد على خمسة من الأطفال اللي غيشتوا قلم ملون في يديهم غيقدوا يتعلموا الكتابة، وهاد العملية اللي دار عالي نقدروا نربحوا على الأقل 200 ألف طفل تعلم الكتابة. هما داخل ديال هاد الحفل غتقدروا تشريو مليون قلم. ممكن، حيت الدنيا واخا بالمآسي اللي فيها فيها ناس مزيانين يقدروا يهبوا روحهم على قبل وحدين اخرين بدون مقابل، بحال علي مثلا. واخا، وشنو مطلوب مني بالضبط؟ انك تغني في الحفل بدون مقابل، انت اسم مشهور والناس كيعرفوك مزيان وكيبغيوك وغيجيو على قبلك. نقدر نعتمد عليك؟ أنا بطبع تقدر تعتمد علي، ولكن أوركسترا وشي الآخر ليش غنديرو فيه؟ علي كيما كان كيبغيني تنتا كنصاحبك. مستعجلات ما عنديش شي. كيفاش ما عندكش فين تمشي وانت ما قادش تهضر؟ صافي قلت لك ما عندي فين نمشي. واخا انا عيطت لك الطبيب يجي يشوف. فاطمة غير خليني. كيفاش بغيتي نخليك وانت في هذه الحاله؟ رجعت لعسي. عندي الحق ندخل ولا نقدم طلب السكرتيرة؟ لا بلاش غير زيد، مفاجأة هذه. جيت نشوف فين وصل المشروع ديال مليون قلم. أنا غادا كنوجد قايل جاني من الفني اللي هو ديالك. أنا اللي عليا نجيب لك شيف دور كاستين وانت تفهمي معاه لي ديتاي. هذه المهمة ديالك أنت سي محمد. أنا ما كنفهمش في هذا الشيء أحسن منك. غنجيب لك شيف دور كاستر وغنغني لك في الحفلة ديالك. بغيتي تقول الحفلة ديالنا. كتورطي فيا. رئيس الجمعية ناجح هو اللي كيقدر يورط الناس المشاريع ديالو. عقلت عليه؟ ماشي هذا هو الكادر اللي كان عندنا في الكونسيرفاتوار. كريم يروي نفسه في حياتي. استعلم إن متنا غدا أي نستطيع. عقلت عليه. ولكن كيفاش وصل عندك هنا؟ هذا الكادر ديال عالي. كنتي مازال ما جيتي تقرا معنا في الكونسيرفاتوار فاش طلب من الاستاذ باش كل واحد فينا يختار اون سيتاسيون ولا بيت شعري ويعلقوا في الحيط، وعلي اختار هذا البيت الشعري. وبعد الموت ديالو مشيت طلبته من الاستاذ وعطاه ليا، وبقيت محتفظه فيه في بيتي، ودابا جبتو هذا البيو. اخبارك هذا البيت هو اللي تعلمت به من ورا الموت ديال علي. تعلمت بهك حيت كيقول ستعلم ان متنا غدا اينا الصدي. يعني شكون اللي غادي يكون عنده صدى اكثر مني غادي يموت؟ واش غيستافدوا الناس منه؟ بحالك بعد عمر طويل ان شاء الله الناس كلهم غيتفكروا بالاغاني ديالك.
باللاتين ونبت على باللاتين ونبت على خلي شوقي مرات حلى ومرات هب علي السماء ولا سهرتني بلي كتحس بالوجع السي عبد السلام؟ انا دكتور السي عبد السلام خصنا نديرو واحد العملية هادي راه المصرانة الزايدة فاطمة فاطمة فينك يلا امشي بحال سي عبد السلام ما عندك فين غتمشي هاد العملية هادي راه ضرورية دكتور ما عندي ما ندير بالعملية طول حياتي وانا كندير في العمليات سي عبد السلام حالتك راه خطيرة لابانديسيت عندك بالفوخة ويمكن لها تطرطق في اي لحظة دكتور هاد الكسلة ديالي وانا مولاها وما نحملش شي حد اللي يخرب ليا فيها عافاك عامر سمع داكشي اللي كيقول لك الطبيب فاطمه قلت لك ما غنديرش العمليه السلام عليكم السي عسلان الله يهديك على راسك السلام عليكم السي عسلان السي عسلان عامر اسمع ليا عافاك رجع عند الطبيب عنده الحق راه بانديسيتي طرت قصر كتقتل مولاها فاطمه سمعت المحاضره ديال الدكتور ما فيها ما يعاود يجي يسمع عاوتاني المحاضره ديالك انت زيدي وصليني للطار ما عندي فين نوصلك هاد الشيء شوف الطبيب استاذ عمير اسمع لي هادشي راه في مصلحتك راه الا مشيت تحت الترقات راه مصيبه دكتور قلت لك ما غاديش ندير العمليه يعني ما غاديش ندير العمليه فاطمه لا دابا فاطمه هادشي راه ماشي لعب شوفي حاولي تلقاي شي وسيله باش تقنعي باش يدير هاد العمليه هادي واخا دكتور انا غنشوف كيفاش ندير بغيت نفهم مالك مع الطبيب مناش خايفه علاش ما بغيتيش دير العمليه انا ما خايفه من شي واحد ما باغيش اللي يمسني ما كنبغيش اللي يخرب ليا في ذاتي استغفر الله واش بغيتي تحمقني كنت ما بغيتي لك حالتك خطيره وخصك دير العمليه فاطمه واش ميمكنش تخليني شويه ترانكيل واش غتبقاي تزلزلي على ودنيا قلت لك انت ما غاديش نعاودها دابا بغيتي تسمح فيا بحال اللي سمحتي في تيسير بغيتي تموت وتخليني ولا حيت كل شيء هداك بظهرو بغيتي تخلي الدنيا وما فيها انا ما عمري كنت باغي نسمع في شي حد انا ديما كنشد في الناس بيديا وسناني وكما عرفتش منين كتنزل عليا هاد المصائب وغير عليا انا بالذات عامر انا مراتك بغيت ندوز حياتي كلها معاك حتى انا شاده فيك بيدي وبسني وبغيتك تضيع مني داكشي علاش بغيتك تسمع مني دابا ودير داكشي كله اللي قال لك الطبيب خلف عليه ولكن انا كنشوف لقيت جهد اجل وفاق وما عرفتش انا واش وفيت باش بغيتي تشوفي محمد كاين ثلاثه د الحوايج في الدنيا ما يمكن لك لا تشريهم ولا تعلمهم
الطبيعة اللي كتعطيهم لك الشاعرية والصوت الجميل والكرم. عطتني الشاعرية وعطتك الصوت الجميل، ولكن واش عطتنا الكرم باش نوهبوا للناس داكشي اللي وهبوا لينا؟ شوف معايا، الطبيعة كتعطي الشجرة الفاكهة والشجرة كتعطي الفاكهة للناس. درتي داكشي اللي عليك أباك، درتي داكشي اللي عليك، حتى أنا كندير داكشي اللي عليا. داكشي اللي درناه كله جانا من عند الناس وحنا رجعنا لهم، داكشي كله كيبقى غير واجب. لكن واش الواجب كرم؟ الواجب ماشي هو الكرم. ما تجهدش على راسك ابا سلام، كيخصنا الكرامة السي محمد باش نوصلوا للكمال الفني. سير دابا سي محمد، بغيت نبقى بوحدي، تباقي لك الوقت. ذاك واحد الساب سلام عامر توفى. تمارين 500 درهم للعازف في النهار لمدة 3 أيام، والحفل ب 1500 درهم للعازف. عندنا 20 عازف المجموع 60,000 درهم، تزيد عليها 20,000 درهم ديال شرط وقسط هي 80,000 درهم. 80,000 درهم شري 160,000 قلم ملون. شنو بزاف عليك الثمن؟ شوف استاذ، انا كندير هذا العمل الخيري باش ندخل الفلوس ونشري مليون قلم ملون للاطفال، ماشي باش نخلص ناس تبارك الله عندهم ما ياكلوا وما يشربوا وفين يسكنوا. ولكن الحين بالنسبه لنا هذه خدمه كنعيشوا منها وما فيها بس استاذ، اللي خدمتوا مره واحده في حياتكم بلا مقابل باش تعاونوا الناس محتاجين نتعاونوهم. بلا مقابل الا بغيتي، ما كاينش اللي يخدمك اليوم بلا مقابل، كل حاجه عندها ثمنها. سير ضرب دوره في عين الشق وسول لواحد السيد سميتو الحاج السقاط، غتعرف بلي عنده 7 ديال المصانع، وبلي ديك المداخيل كلها كيعطيها الجمعيات الخيريه وكيربح حتى ريال. سير شوف، ما عرفتي تبدل النظره ديالك شي نهار. شنو كتفلي عليا؟ كاين شي حوايج الثمن ديالهم فيك ماشي بالفلوس اللي كتربح. سي محمد الله يهنيك، كون كنت حساب لي هاد السيده دايره بحال هكذا ما نجيش معاك. دير داكشي اللي قلت لك وراه غتحس براسك حسن. ما متفقش معانا في هادشي اللي كيقول، ولكن خصك تعرفي بلي ماشي كاع الناس يقدروا يتبعوك في هادشي اللي باغا ديري. مرحبا بسي الحياني. مرحبا، تفضل لهلا. كبير هذا، الله يبارك فيك. سي حياني، شكرا.
لو ريستورون. اتمنى تعجبك الماكلة ديالنا حتى هي. سي محمد واش عرفتي شحال هادي النعام؟ اسيدي وانا كنشوفك غير في التلفزيون ولا كنتسنى لك في الراديو. واش راه فرصة سعيدة هادي؟ اسيدي مفاجأة زوينة هادي ما كنتش كنتسناها. عرفتي عشاك فوا كنشوفك في التلفزيون ولا كنتسناك في الراديو كنتفكر ديك الايام الزوينة اللي دوزنا انصمر. باقي ناكل؟ بشرى هادي كانت كتقرا معايا في النهاية. ويلي شحال دوزتنا سي محمد. كنا كنقراو جميع في الكونسيرفاتوار. كنا كنحلمو الشهرة والنجومية. الحق تفرقنا وكل واحد فينا خدا طريق. باقا كتشوفي شي واحد من الدراري ديال الكونسيرفاتوار؟ ما بقيت كنشوف حتى واحد فيهم كلشي تفرق. بالحق أنا فرحانة اللي شفتك اليوم. عرفتي شنو غادي دير؟ غنعطيك نيميرو التليفون ديالي وغتعاود تعيط لي ضروري نشوف. إن شاء الله. عندك ما تعيدش. يلا شنو اختاريت؟ عطينا الوقت بعدا حتى نقرا. انا نخليكم ونعاود نرجع شويه. مالا زعل هاد الخفه؟ هادي بشرى كانت كتقرا معايا في مهدك. كتقرا معاك وكتهضر معاك بحال هكا؟ نعم ما غاديش نتحكم لها في طريقه باش كتهضر معايا بطلها. بشرى دايره بحال هكا وزيده عطيك رقم ديال التليفون بحال ما كايناش هنا. اختاريتو؟ ما بقيش بغينا نتعشاو. دار الضريبة وراه نخدم تابع الهديات. انت خليل شنو مازال كدير؟ مازال كنحاول نغني شوية. يلا قول شكون؟ عزيزة كيفاش عرفتيني؟ عطيت على صوتك. عندك واحد صوت متميز. متميز؟ باش متميز؟ خليو على السي محمد ماشي حيت خليكم الشرف السمعات بداو يشدوا فيه. ايوا لا السي محمد راه صاحبنا قبل ما يكون شهور. اجي بعدا كاين شي واحد اللي باقي تيشوف ناديه؟ ما بقيناش كنشوفوها. ما بغيناش نشوفوها. طارق في الهضره كتقول حرام عليك. علاش حرام عليا؟ صافي نسيتو بلي بسببها ما تخون علي. بصراحه هي ما عليها والو. هي ما قالتلو سير انتحر حتى حنا ما بغيناش يموت ولكن انت واحد ما مسؤول على موته. سلمى ما عندهاش مع الرومانسية وفالتر كان شي أصبع مزيان. أنا كنشوف نادية. نادية تبدلت بزاف. الوحيد اللي بقى عاقل فينا على علي هي نادية. سي نورمال أصاحبي سي نورمال. واش خطرك تنسى شي واحد قتلاتو؟ ما تقصحش عليها أكثر من لازم.
اجي. شكون اللي باقي كيرسم بأقلام ملونة؟ حتى واحد فينا ما كيرسم بأقلام ملونة، ولكن كاملين تعلمنا بأقلام ملونة. علاش هاد السؤال بدا؟ علاش سولتو صح؟ شنو؟ ياك متى انت باغي دير شركة ديال أقلام ملونة؟ أنا مهم سيدي غادي نواعدك بأن غادي نصوب لك جميع الأوراق باش تصوب هاد الشركة هادي، ولكن مشر هي بأنك ما تخلص من هادي حتى شي ريال. ما كاين لا شركة لا مشروع لا والو. قلت بحال هكاك غير باش ننساو شوية المأساة ديال نادير علي. بونجور. بونجور. تفضلي. جو سوي نعيمة، صديقة ديال السي محمد الحياني. جيت باش ناخد جوج تيكات ديال الحفلة. شحال نعطيك؟ 2000 درهم. كيتكلم عليك مزيان، عزيزة عليه. كتعرفو من شحال هادي؟ من يام كونسيرفاتوار، ولكن شحال ديما تشوفنا وجا تدور بجماعتنا. اون توكا تي تري بيل. سي محمد كان صديقي الوحيد لواحد الشاب كانت كتربطني بها علاقة. وفين هاد الشاب؟ مات الله يرحمه. داكشي علاش دابا سي محمد كيعاوني باش نحيو الذكرى ديالو. انت شنو هي العلاقة ديالك بسي محمد؟ علاقة إذا تهلاي فيه بزاف، هو ولد الناس وإلى تخي سنسيبل. مرسي بكو، جابي بزوان تتخي أسوري. أجل أسبر كبولد. مرسي، سلام. أوه واحد صديق كان معي في كونسيرفاتوار. سيغ هذا شي صديق؟ مالو سيغ؟ كيف هضرتي؟ لا غير ما قلتليش باش نمشي معاك. انا ما طاحتش لي في بالي وحتى دابا ما فاتش الحال. غادي تمشي؟ واخا مرحبا. كل نهار تندير لي كاسات ديال ديك لاكات اللي كنت ندير شحال هادي، كنت نسمع ليهم كل ليله. امين بعض المرات خصنا نتقبلوا الضعف ديالنا، تعيشوا معاه وندوزوا لحاجه اخرى، والا غادي ندوزوا حياتنا كلها في الالم، وغادي يكون مؤسف جدا اننا ندوزوا حياتنا كلها كنتالموا. شنو غادي تعطي لي هادي فرصة عاوتاني باش ندير لك لاكيت فوق الخشبة؟ سا ديبون دو توا، الإرادة راه كدير معجزات. هادي ما تكون غير عزيزة عيط لها حتى شمعنا. سمعنا الإزعاج بعد مرات ما كتعرفش. شوفيني مع الناس بحال هكا. كنت جاي للعجب بوحدك وعارف عزيزه بينا غادي تعشى معاك وساكت. علاش غادي نسكت؟
انا اصلا ما كنتش عارف عزيزه غتجي تعشى، واخا تجي عزيزه تعشى فينا هو المشكل؟ فينا هو المشكل؟ واش تصح لي انا دريه صغيره كترضع سبعه؟ نعم الله يهديك، انا ماشي قدال الفضيحه وماشي ديال هاد الشوا اللي كديري ليا. واش مشوها كندير ليك؟ واش بغيتيني نشوف شي حاجه ما تعجبنيش ونسكت؟ الدريه كنتي كتبغيها ورجعتي كتلقى معها وبغيتيني نسكت؟ اش من دريه كنبغي واش من دريه كنتلاقى معها؟ نعم واش تسطيتي ولا مال؟ علاش؟ ماشي انت اللي قلتي لي بيننا باش تغني رحيله كان ضروري تفكر في عزيزه وبين هي اللي كانت كتغدي الاحساس ديالك ولا نسيتي؟ ماكي سمعتي سيري للدار بوحدك. سي محمد الو. سي محمد مساء الخير، هادي عزيزه اللي معك. عزيزه اش اخبارك؟ سامحي لي على داك النهار. ماشي مشكل انا عارفه بغيتي تهرب حتى وحالتي. واش غدير؟ والمهم بغيت نشوف محتاجة لك. ايه مرحبا. ديروا اليوم الثلاثة ممكن؟ ممكن واخا يلا الله يهنيك. لاله ملكة توقعت نشوفك هنا اليوم. تفضل. شكرا. بغينا نديرو هاديك مفاجأة. مفاجأة زوينة على كل حال. ماما فرحت باش عرفتنا تلاقينا، قالت ضروري حتى هي خاصها تشوفك. أهلا وسهلا. أنا غادي نمشي نقضي شي غرض ونرجع، نخليك مع ماما. واخا. محمد راك عارف المشكل اللي كاين ما بين عزيزة وباباها؟ سنين دابا باش وقع المشكل ومازال ما باغي يسمح ليها ولا يسمح ليا انا فات عليا الوقت وما كاين مشكل تحمل مسؤوليتي، ولكن بنت كبرات وجا الوقت باش تزوج، داكشي علاش بغيتك توقف معانا وتحاول تحل لنا المشكل. مرحبا لاله ملكة، اللي طلبتو مني نديرو غير هو اشنو غيمنع عزيزة ما تجوش؟ انت راك عارف باللي انا اللي قلت لبنت شد ضباها وداك الشيء اللي دخلو الحبس. عارف، وهذا اكبر خطأ درتو، ما كانش عليكم تدخلوا عزيزة وسط منكم، انتو تخليو المشكل بينك وبينه. دابا اللي عطى الله عطاه، ولكن حتى واحد حتى شي عائلة ما غادي تقبل شي بنت دخلت بال الحبس، حتى شي رجل ما غادي يقبل هاد الفضيحة. داكشي علاش السي محمد بغيتك تهضر مع السي علال، تعقلو، تقولو بلي بنتو كبر من المشكل اللي كاين بيني وبينه. دابا حياتنا راه دازت والبنت حياتها راه مازال قبلتها. نمشي عندو اهضر معاه، غير هو ما عرفتش فين غلقاه. هذا العنوان ديال القهوة اللي تجلس فيها دايما تكون فيها. ندير شي وقية ونمشي عنده. شكرا سي محمد، راه عزيزة دوات لي على المشكل اللي وقع لك في دار السي امين. لا لا مالك انت، مرا كتعرفي العيالات، داكشي علاش باغي نحكي لك شويه على راسي على حياتي مع علال. خصك تعرف السي محمد بلي حياتي كلها اول حاجه كنفكر فيها ملي كنوض في الصباح واش نعس مزيان واش فطر مزيان، اخر حاجه كنفكر فيها قبل ما نعس واش نعس مزيان واش تعشى مزيان واش الوساده اللي متكي عليها ما كتضروش. حتى لواحد النهار المراه كتكتشف اللي بدات كتغرق الشغف ديالها بوحدها، ما كتبدا تشوف حتى حاجه، ما كتشوف حتى راسها، كتشوفو غير هو وتنسى راسها، كتدوب فيه
ما بقاش يمكن ليها تخايل يمشي من حياتها. حياتي لا مشى مشات حياتها. وهادشي اللي كيجعل الخوف، والخوف تيجي بالشك، تتولي اي حركه اي كلمه تتزيد تاكد على هاد الشك. وهادشي اللي كيجعل المراه كتسطى، كتولي دير شي حوايج بلا ما تفكر في العواقب ديالها. من طبيعة الحال الراجل كيهرب من هادشي. يمكن الراجل كيتألم على هاد الفراق، ولكن المرأة ما كتألمش. المرأة كتموت، كتقتل. الهروب ديال الراجل منها كتعتبر عملية قتل، وأي حاجة كديرها هي كتعتبرها دفاع عن النفس. داكشي علاش ما خصكش تخلي داك المرأة تقتل، حيت كاين شي حاجة أكبر وأكثر من ديك الفوضى اللي كدير لك، أكبر من ديك الشوهة اللي كدير لك قبل عباد الله. وهذيك الحاجة سميتها كتبغيك، وهذه أهم حاجة اللي كاينة. بارك الله عليك. شنو جابك لهاد القهوة؟ تسول لي شحال؟ عليك عليا؟ وكيفاش حتى جيت على بالك؟ لقيت عزيزة وسولت عليك. الله يخليك، مابقاش جبت هاد السمية على فمك. لا واسع على بنتك وانت باها كيف ما كان الحال. هاديك ماشي بنتي وانا ماشي باها. انا عمرني ما ولدت ما ربيت. شرب شي قهوه ولا اتاي الا بغيتي. الله يخليك، هذا الموضوع ما بقاش جبدو. درت سنين انا باش ننسى هذا الموضوع. ما تقلقش يا سهلا، المهم انت لاباس بعدا. ما حد تحي عقلي في راسي، انا ديما لاباس. ولا هنيتيني غادي نكون لاباس اكثر. كسروا يا راعي، كسروا يا راعي، ولكن حفرت على جدران مصر أناشيدي بأظفاري. دمي هنالك مكتوب، وإن طمسوا حروفه أجف الظلماء كالنار. وحيث هم صلبونا كلما بزغت شمس، كلما بزغت شمس رأى الناس فيها لون أشعاري. شكرا شكرا. كان هذا جزء من قصيدة للشاعر عبد الرحمن خميسي. الآن أحب أن أقول قصيد من وحي اللحظة، une improvisation je dirais. ولا زال عادل يرقد إلى جوار أخناتون، يبكي رفاقا كسرت يراعهم فلم يبكون. ولا زال الحلم يا صديقي يرابط في عيون شوقي، يأج في الظلماء يصرخ في الضوضاء، يزرع اللآلئ في عيون البسطاء. ولا زلت يا صديقي تدمن المغنى كما أدمن المنفى، وأنا أنا هنا كلب الهاء لا زلت أحكي حكايا
من إذا زار الحزن عيونهم ضحكوا، وإذا زار الحب شفاههم هلكوا. شو أخبار العادل عمر محمود؟ عادل عمر محمود بعد النكسة اتجه من الشعر الشيوعي لشعر الاعترافي. الشعر الاعترافي؟ لا بويزي كونفيسيوناليست. هذا طيار شعر يظهر في انجلترا وفي امريكا في بداية الستينات. عادل عمر محمود اتجه له وعمل صداقات حتى مع رائد الطيار هذا اللي هو روبرت لويد، ومع شاعرة الإنجليزية سيلفيا بلايت. لكن الغريب أنه تقريبا كل شعراء الطيار هذا انتحروا واحد بعد واحد. يكبد هادي عمر محمود ما انتحرش. حذر يومين بعد انتحار روبرت لويد لقيوا عادل عمر محمود ميت مع زوجته. لقاهم متعانقين الاثنين في غرفة النوم. الناس يقولوا انهم تصادف انهم ماتوا الاثنين في ليلة واحدة. الناس يقولوا انهم انتحروا الاثنين. الحقيقة ما يعرف احد. لا اله الا الله. وشوقي؟ شوقي راح له ديريكت للجزائر. هو توا يقري شعر في جامعة وهران. كتشوفيه؟ لا، لكن احنا تواصلنا لمدة سنوات. من بعدها تقطعت أخبارنا. أنا ما زلت وصلني بعض أخبار بطنطنطن. شوقي ما تغير، بعده ناظر. الوقت ما بدل فيه ولا شيء. وانت؟ أنا كما تشوف فيها أراحلة من بلاد لبلاد، أدمن المنفى كما تدمن المرنى. ما رجعتيش لتونس؟ رجعت برشا مرات، لكن أنا كالقرد العجوز نط من شجرة لشجرة. من القاهرة أنا روحت لدمشق، من دمشق مشيت لبغداد، ومن بغداد روحت باريس، ومن مشيت لنيويورك. نيويورك. شاعر شيوعي في نيويورك. اسمي محمد. الوقت تغير، اللي عملناه الكل ما عادش منه فايدة. احنا ضيعنا عمرنا الكل في أشياء لا تدي ولا تجيب. فترة خلاص، لكن كانت فترة جميلة جدا. أنا في باريس سمعت لك راحلة رائعة. تعرف سي محمد، أنا كنت ديما نحلم أني نكون مغنية، لكن الحظ ما أسعفنيش. لو نجحت أني نكون مغنية كنت خذيت لك راحلة. كنت عملت لها إعادة توزيع وغنيتها بصوتي. الحمد لله أني ما طلعتيش مغنية. فين مستقر دابا؟ أنا ما زلت ما عنديش وطن. شاعر وطنه وكلماته. وانت سي محمد تزوجت؟ ما عرفتش. شي ما عرفتش؟ ما عرفتش انت متزوج ولا لا؟ في الحقيقة الوضع معقد. أنا صعب أن يتزوج رجل امرأة ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. عارف سي محمد، أنا صايف في عمري 42 سنة، ما عادش نقدر يكون عندي لا عائلة ولا أولاد. خلاص فاتني القطار. هذه أغنية ديالك. صوت نسائي، صوت جميل. شفت هذا الصوت النسائي يعطيها طبع آخر. هوا يا هوا هاد النار ويا مشهدا، هاد النار ويا مشهدا، ولا تبطر بيا بالاتين والف بعدا بالاتين والف
شكرا على هذا الاداء الجميل. شكرا لك يا استاذ. بغيت نقدم راسي. مرحبا تفضلي. انا انسه بنت الاستاذ ديالك. الاستاذ ديالي شكون؟ استاذ عمر، استاذك في المعهد. لينات شابو بلو. الاستاذ عمر، اش اخبار ولا بس عليه؟ توفى الله يرحمه هادي عامين. كان كيفتخر بيك وكان كيقول لي هذاك تلميذي كل مره يشوفك في التلفزيون. اذا هو اللي معلمك الديان. تفضلي تفضلي. الله يرحم المسكين، علمنا بزاف ديال الحوايج وكان كيعتز بيك. انت لاباس عليك؟ كيفاش دايره؟ محتاجه شي حاجه؟ الحمد لله خدام على راسي. كنعزف في لي زوتيل ولي ريستورون. خوتك لاباس عليهم؟ انا الوحيده ديالي. اذا مازال عايشه مع ماماك؟ وليده حتى هي توفات. الله يرحمهم جميعا. إذا كنت كتقلب على شي أم الأستاذة سميرة كتقلب على شي درية تبناها. ونوض كاع هاد النوض، هادي راه الطابلة ديالي. الطابلة ديالك شاريها ولا كاريها؟ الطابلة ديال القهوة هادي. والطابلة ديالي، وأنا كنجلس هنا من السنين وأنا كنجلس هنا، وكل نحسب داكشي اللي شربت، كل طابلة عندي فيها الحق، وفي كل متر كاري هنايا في القهوة. ما فهمناش من الطابلة واش من متر كاري. سهلة الله يهديك، سهلة سهلة تلقى سهلة، أنا لو شيطان هو. وأنتم رجالة بحولكم ما كديروا فهاد الشيء. قلت السي حيان راه فين ما تنجلس هنايا شي طابله شي كيجي يشد فيها. ماشي مشكل، هاد الشيء ماشي سير خد شي حاجه على حسابك. وفين ما جيت كنلقى جالس ليا في الطابله ديالي. ما كنشوف فيا كي جيتك. غير كنشوف السي حيان. سمح لي السي محمد، شتي فين وصلت؟ خرجوا لي على خدمتي وعلى حياتي وعلى كل شيء. وليت كندور في القهوه ونتغاوت. معليش السي علاء، الدنيا هي هادي. جات المجسمة، جيت نشرب معاك قهوة. ماشي مشكلة شربت معاك قهوة؟ لا ما كاين حتى مشكل، غير شربها وانت ساكت. وانت ما كتجيش بحال هاد القهوة. مالهم بحال هاد القهوة سي علاء؟ بحال القهوة كاملة. ثم الفنانين الكبار كيجلسوا في البلايص اللي كيجلسوا فيها الناس الكبار. سي علاء راه الناس عندي بحال بحال. جي من الاخر، لا جيت. باش نعرض عليك لواحد الحفلة ديالي، إلا بغيتي. زوينة هاد المكان عندك، مين شريتيها؟ كادوها لي شي ناس. ساداتك أخويا. ثم عندكم اللي يهدي لكم، حنا اللي ما عندنا حتى حاجة. علاش ما عندكش اللي يهدي لك؟ ياك انا كنهدي عليك. اسمع محمد راه هضرت معاك والله باش خذ سي علاء عجباتك خذها، ولا ما بقيتش نهضر معاك. مالهم غادي يكون في الوقت والأوركستر. ما تبسطيش راسك بالأوركستر، بدي أنت غير في الناس اللي جايين عندك. واخا أتو دالور. يلا تسلم. سي علاء انا غنصيفط لك شي حاجه تلبسها، ما تخممش. ماشي على هذا الشيء، ولكن انا راه ماشي ديال هذوك الحفلات وما عندي ما ندير تما. واش نو بغيتي ترد لي العرض ديالي في وجهي؟ لا بيني وبينك داك الشيء داز عليه وقت طويل وما بقيت نعرف حتى نلبس مقاد. شوف السي علاء الله يخليك، ما تغداش ديال في وجهي، انا كنتسناك. واخا الله يهنيك.
الله راه غادي يدير شي فضيحه في راسو. جري انا في عارك. فين هو؟ راه وصل امين. سي محمد هذا حل حل لي الباب. سي محمد سي الحفله ديالك ما نصلاش ليك انا. ما يمكنش نمشي للحفله وانت تصدى على راسك. انا حل سي محمد سي الحفله ديالك. ناسي تسناوك سي الحفله ديالك. الله يرحم الوالدين. عندي فاش نفيدك انا؟ ماشي قلتي لي غادي تعاوني وتعاوننا ديال نشريو مليون قلم ولون. نتوما تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتو. انا يمكن ممكن ندير والو. كيفاش ممكن تقدر دير حتى شي حاجه وحنا معولين عليك؟ كيفاش معول عليا؟ وهو صاحبك تهضر مع شي واحد عنده 10 سنين؟ واش دابا هذا الملك مروج؟ تهضر مع راجل امين. راجل عطاني كلمه وخصو يوفى بها. واش انت مسطر هذا تسطع عليا؟ واش تيختي بلي يمكن ندير لك راكات وانا فهاد الفوتو يقولا؟ معلوم تيخت علاش؟ كون هضروا هضره ديال الدراري صغار. سي محمد الله يرحم لك الوالدين بصير خليني واسمح لي هاد كذب تالي قلت لي هاد كذب تالي وانت يختم لي يمكن يلعاوني وانت عارف اجا شفوت شفوت امين. أمين ملي قلتي لي بغيتي دير الكلاكات في سبيكتاكل طقت بيك وقلت ما يمكنش يقول هذا الشيء لما كانش عارف اش يقول. بغيتي ندير لك هذا ندير لك معجزة. ما عرفتش دير اللي بغيتي ولكن المهم هو الكلاكات. سي محمد الله يهديك الله يخليك سلفارك سلها بلادك. ديالي وديال الحياني. مرحبا. ما كانش عليك تاخذي التيكي ديالي. المهم ماشي التيكي اللي شريتك. المهم هي المساعده ديالي. سي الحياني ممكن شي صوره معاك؟ مرحبا. لا ممكن تصورينا؟ سي محمد انا واحده من المعجبات ديالك وملي شفتك قلت ضروري ناخذ صوره معاك. تشرفينا. مرحبا. شكرا. بونسواري. العفو. هاد البنات ما بقاو لا كيحشموا ولا كيتسحيوا. يا المعجبة وصلت. محمد الو سي لو بونجور الا نايمه سي سليم نتمنى لا لا جو سوي سيور لي زونفون ils auront leur million de crayons de couleur grâce à Nadia bien sûr grâce à سي محمد قالك نشوفهم بعد في لاصال صافي ا tout à l'heure تكون الحياة جميلة ورائعة عندما يتواجد فيها رجال ونساء مثلكم يهبون من قلوبهم قبل أن يهبون من جيوبهم. أشكركم على حضوركم كما أشكر زملائي وأصدقائي على تحقيق هذا الحلم الذي كان حلم رفيق لنا رحل وترك لنا أحلامه. بشرائكم مليون قلم ملون قد تضمنون غدا أفضل لمليون طفل يحلم برسم مروج قريته الجميلة وشمس سماء بلادنا الكريمة. شكرا. We'll be right back.
تغيبي تغيبي يغرق قلبي في دمعاتي ويرحل صبحي ضبيع ضبيع حياتي ويشحب في عيوني الورد والثانية وتبكي وتبكي العذاب والساقية ويشكب في عيوني الورد والثانية بعيد